مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة وأهلا بكم معنا بحلقة جديدة من برنامج عن قرب. نستضيف لكم بهذه الحلقة شخصية خبيرة العمل الدبلوماسي والحقوقي، واحد من لاعبو أدوار مهمة في تاريخ الدولة الموريتانية. نحاول بهذه الحلقة تسليط الضوء على جوانب ربما كانت غائبة عن بعضكم عن حياة ضيفنا السفير السابق بلال والبرزي، فأهلا بكم جميعا. سيد السفير بلال البرزق، مرحبا بكم معنا ضيف هذه الحلقة. شكرا جزيلا. مشاهدينا قبل أن نبدأ لنتابع الورقة التالية ونعود، ابقوا معنا. بلال الورزق من مواليد العام 53900 في مقاطعة مونغل التابعة لولاية غورغول. بدأ تعليمه الأساسي بين كيهيدي ومقام ومونغل والإعدادي والثانوي في العاصمة نواكشوط. عام 73-974 حصل بلال على شهادة البكالوريا شعبة الآداب العصرية بالفرنسية، ودخل المدرسة الوطنية للإدارة شعبة الدبلوماسية 74-76. وفي عام 75 حصل على تدريب عملي في وزارة الشؤون الخارجية المغربية بالرباط، وفي العام الذي تلاه حصل على شهادة ملحق دبلوماسي مع التقدير الأول على مستوى دفعته. تدرج بلال الورزق على مستوى الدبلوماسية منذ العام 76، حيث شغل منصب رئيس قسم تعاون ثقافي متعدد الأطراف، وبعد عامين من ذلك التاريخ أصبح رئيس قسم تعاون ثقافي التقني والعلمي مكلفا بملف التعاون مع الصين. أكتوبر 79 عين قائما بالأعمال في أبيجان عاصمة كوت ديفوار، وفي شهر يونيو عام 80 أضحى مستشارا ثانيا في البلد نفسه. ومنذ يوليو 88 وحتى مايو 89 وصل منصب مستشار أول في داكار عاصمة السنغال، وفي مايو 89 أمسى قائما بأعمال السفارة في داكار حتى أغسطس من نفس العام. وفي ديسمبر من سنة 89 وحتى يونيو 92 شغل منصب قنصل عام في بيساو بغينيا بيساو. شغل بلال الورزق سبتمبر 92 وحتى مايو 96 سفيرا فوق العادة وكامل السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع الإقامة في باماكو. وفي شهر مايو من العام نفسه وحتى سبتمبر 97 عين سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، وسبتمبر 2007 سفيرا في اليمن وعمان مقيما في صنعاء حتى إبريل 2009. وقد لعب بلال الورزق دورا مهما بكونه عضوا في الوفد الموريتاني المكلف بالمفاوضات مع السنغال لإعادة تلطيف الجو الدبلوماسي بين البلدين سنة 92-900 بعد أحداث 89 بين موريتانيا والسنغال. ويعتبر بلال الورزق من القلة الموريتانيين الذين تدرجوا في مجال الدبلوماسية وكان لهم دور مهم حسب الصفة والتخصص، سيبقى لا محالة مكتوبا بأحرف من ذهب في سجل الخالدين، بالإضافة إلى كونه من مؤسسي حركة الحر عام 74. سيد محمد أجيوان لبرنامج عن قرب. مرحبا بكم من جديد. ولدتم في مقاطعة مونغل سنة 1953، حدثنا عن النشأة. شكرا جزيلا، شاكر الساحل على الاستضافة. نختار مولي نشكرهم خاصة على برنامج قطعة دروه ليلة فايتة على محمد سعيد والهمدي رحمة الله عليه، اللي جابروا المادة متميزة فيهم الأستاذ ددود والشداد والأستاذ لمجد، وبرنامج كان شيق حتى. ونتهز الفرصة نرحم على محمد سعيد عليه الرحمة، إن شاء الله قد جمعتنا. أنا فعلا ولدت في العقيلات في بليدين قالها القريعة في حرم العود منقل، وزمن عندي عنه الخريف اللي ناس طالعة ذيك الساعة البادية. ما هي ظروف العائلة في تلك الفترة؟ العائلة لله الحمد، أنا والدي صلاً يرحمه من الناس اللي جهروا الحسيان، اشتغل مع الشرايك النصارى الاولين جاوا الموريتاني، واحد قال له ساسيف اللي عاقب ذاك عاقب الاستقلال اللي تعود هي وزاره الهيدروليك المياه.
وتبارك الله ظروف أنا نقول عنها جيدة لله الحمد. حق عنا حكمنا ياسر من زمننا فوتنا ما هو في الولاية قبالنا نحن منها اللي فوتناه في ولاية العقيلات، غير أمي تبارك الله معنا قدر من العائلات من الأهل فيهم علي وسيد المهدى رحمة الله عليه، فيهم أهل بوزفرة، فيهم أهل الشليح، أهل أحمد الفضيل، وللناس اللي تعود تشتغل للدارة وللدولة وتعود بعيد من أهلها غير أمي اللي تجبر أهل حقيقة عنا فهم اللي جبرنا أهل وعدنا قال عنا الحكومة لا أحد من أهل مقل حد قال عني من أهل مقل ما كذب. هل لكم إخوة منوع العلاقة بينكم؟ لله الحمد تبارك الله ما شاء الله عائلة أصلنا كبيرة الحمد لله، أخواتي فيها الحمد لله ثلاثة وأخوتي الحمد لله أربعة وتبارك الله ما شاء الله خلقنا وكبرنا لا مع والدنا ووالدتنا ومشبههم مولانا رحمة الله عليهم نعرفهم الله في بلد معنا عائلة متماسكة إلى أقصى درجة. ترى كان كنت سولة كبار ولا لصغار في العالم؟ لا 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 أنا له نعود له نعود أنا كنت له نعود هو حكما به الأخ إبراهيم لا 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 الأخ الكبير إبراهيم وعبد البركة وريحان وكم بيت ونجيانة أنا له نعود هو كنت الخامس. أصغر مني اثنين صار مني أخو وخت غير كيف قلت لك تبارك الله ربينا في بيئة والدينا الله بلد والوالد رحمة الله عليه من انشغالاته يعود وفقت الكهيدي يعود وفقت الشور مقامة يعود يشتغل هم منقل كامل الله في جيرة الحسيان تبارك الله عائلة متماسكة وخلقنا تبارك الله في بلد وحالتنا كاملة واحد. رأي الوالدين كان دائما قرب لكم الوالد والوالد؟ الحقيقة قرب لي كاملهم غير الحقيقة الوالد قرب من كامل رحمة الله على الجميع به الوالد تربيته تعرفي تربيته الموريتاني الأولى وصعيبة شوي شفت مثلا على أنه الرجال عنده قاع في الليل ما يتعشاو مالهم يتعشاو لا طافلات ويبلحوا والرجال اللي عشوا في الليل ما هو فرض عليهم ونعرف عيت نعود باط الوالد رحمة الله على الجميع تقول له خذ الطفيل بعد الليل هذا مران تقول له خلي عنك مقصود الأمر تقال أنا ما متعشي خير في قلة العشاء مثل النوع من التربية نبت الوالد رحمته الله عليه تربيته كانت قاسية والوالدة حنينة مثلا يبط كان لا ما يبط إلا هو من راسه قاعد تبارك الله منين ينزلك عن الشلالة يتعدري ما هو بطاط به اللي تبارك الله إن شاء الله إلا ذاك الله يقول هو الله يعدلته ذاك الله يقول هو اللي يعدل تربية ملي كانت وعادت الناس يكساع ما يربيه الوالد واحد ولا الوالدة غير تربيه المجتمع كامله مثلا على الشير يكساع تربيه أمه والده وأخوته وأخواته اللي أكبر منه غير المجتمع والمحيط كامل يربيه مثلا عنه ما يقدر يعدل شيء زال حتى إلى عاد ما هو محيط أهله ما أجبر رقاش مثلا ينصقوا عنه ولا بهم اللي يسمع له لا يبطوا ولا جمل الوالده لا هم اللي يبطوا على ذاك اللي بطوا عليه ذاك كان أسلوبكم على عائلة ذلك مع الأولاد هو نفس أسلوب والدكم كان مع عائلتكم والله تقريبا أنا الحقيقة هذا كامل ما هو واحد من اللي تبارك الله تركه اليوم رباو هذا الجيل مثلا جديد رباو في الطياير وفي الوتات لله الحمد وتلفونات وإنترنت كانت تركه كي تعشاو العيد عنه تعشاو حتى تعشاو بهم اللي قاعد فرق لهم ما هم لا يقبلوا كولي تعشاو احنا تربيتنا يكساعة كنا نخلطوا اللوح على سبيل المثال ومدرسة اللوح نمشو شهر الساتة والنص والله الساتة ونتموا عنده يطلعوا السابعة والنص ويجي الواحد يقبع كرتابل ويمشي على كرعيهم مالي 4 كيلوات ولا 5 ياكي قسر المدرسة هذا الجيل اليوم نين تقولي الوالدة هاو ترك الله هنا خلطوا لهم قراية القرآن يقول لك لا ما يقدروا يخلطوا لهم لذكر المدرسة مدرك أنكم مذكرين أول يوم دخلتوا في المدرسة أنا ظهر لي مولانا عني دخلت مدرسة مبكر لا يتعود 1959 في كيهيدي وحاجة اللي علني القسم الأول سبي عندي عن مدير ذيك ساعة راجل من سرقلات قالوا سيدي محمد جاقنا رحمة الله عليه قطعة وزير واللي قريني قبال راجل قالوا عبد التوري هذا سنتي الأولى في المدرسة اللي تود 1959 نعود عندي الله 6 سنين الله دخلت مبكر شنو معك مذكرين موقف طريف من نهار دول في المدرسة المدرسة كانت وعادت مدرسة يكساع لا بد من التلاميذ يجوا بكري ولا بد لهم اللي يتناظروا كاملهم كلهم يعود وراء الآخر ولا يتدخل كلاس لا واحد واحد وكله لا يدخل يقوم قايسهم اللي مقعد فيه
رواية منظمة بشكل رهيب. مثلا عن من الساعة اللي تدخل المدرسة حكم أخوف انتقاء حتى من القراي من أهلك بالروس من والدك. ده كان ذيك الفترة درسوا معاكم شخصيات عدلهم اليوم بسيطة في المجتمع، كانت شخصيات معروفة اليوم كدرست معاكم الابتدائية ماني مذكرها قبال، اللي مثلا بي اللي عدلت تقريبا لأن عد عدلت كيهيدي 59 وعدلت مقامة وششورها الوالد اللي هي رحمة الله عليه يعود مولي 60، عدلت فيها زادي عام والله اثنين، مشينا منها 62 قايسين منقل. أذكر أنا الناس اللي قرأت معايا شوي هم منقل بي اللي حكمنا هنا فيها سنتين والله ذاك مذكر منها قدر من دكتور كتاه العقيلات فيهم تبارك الله أولادها للتيس هذا يوم واحد قال له إسماعيل الله يبارك متقاعد في كهيدي كان عايد زراعي وفيهم تبارك الله قدر من الناس هذه لمتونة تبارك الله كيت الإمام ملتقدي أنا هو حكمنا قرينا في بلد وعصر وهي قدر من الناس فيهم اللي عاد تبارك الله وزارها فيهم اللي عادوا مفوضين الشرطة فيهم اللي عادوا يوكم ذكرهم. متى جئت من المكشوط وما هو شعوركم عندما جئتموه لأول مرة؟ المكشوط جيناه الوالد رحمه تقاعد 1965 وجينا للمدرسة 1966 اللي هي دشرت له وجينا لنواكشوط حكم الميلة نفس السنة يلي أنا السنة التالية في الابتدائي عدلت في نواكشوط 1966 يلي منها قست الإعدادية. مذكر عن نواكشوط دشرة زينة كان دشرة زينة تقول الناس تقول انه كان خدمات كان دشرة زينة كان حكم محدود اللاف محدود اللاف بلوكات والكسر وهذا مثلا دشرة قصيفة غير من اللي زينة بيدي كيف قلت لك قصيفة وهل هم تعارفين وحاجة اللي بعد عن أول مرة خلق فيه الضوء هذا اللي دار على الشارع له عود خلق 67 والله 68 والله له حاجة اللي عن الناس كاملة تبات تحت ذاك الشارع كله مثلا به اللي معه تحت الضوء تعود دراعه ساعة صفراء وساعة خضراء باتوا لي كامل المعطل وبين بلوكات كانوا نشوفوا مثلا اشكال دراري وضوء في كولرات في كولرات. أين درستم الثانوية؟ نواكشوط نواكشوط ثانوية ليس لا كامل مكشوط. ذهبتم الدراسة في المغرب، ماذا تذكرون في تلك المرحلة؟ دراسة؟ كانت مرة مشيت شو المغرب للدراسة تذكرون مرحلة المغرب؟ المغرب جي قصته 1975 سابق المسيرة الخضراء هذه وبه اللي قصته من الدرب وزارة الخارجية المغربية به اللي كدبلوماسي بين السنتين لا بدالك من الشهرين لازم تدريب وزارة خارجية أجنبية. عفوا المغرب ما قستوه للدراسه قستوه لا قستوه لا في ذاك التدريب وزاره خارجيه فوت في 3 اشهر في التدريب وزاره خارجيه وخرجت منها تبارك الله متفوق. تتذكرون الطرائف ذيك الفتره؟ لا كان دشره والله المواقف صعبه. انا حاجه اللي يعني ساعه بركت في فندق يقولوا له شهرزاد يعود وزارة خارج في الرباط وبيه اللي قاعد قريب ومولي من 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 مقبره محمد الخامس رحمه الله عليه وتبارك الله كانت فترة ممتازة قرص تبارك الله صحيح ما فيهاش صعيب بلاش طريب ما الله تبارك الله ما شاء الله ما فيهاش صعيب بلاش طريب لا 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 لا, لا. حاسن ونمولينين ذاك تبارك الله المغاربة. من درس معكم في تلك الفترة أريد أسماء ما عملوا معكم بعد ذلك بالصدق الدبلوماسي ذيك الفترة تبارك الله معايا صديق حميم ومازال صديق حميم قال له محمد ولا خنافر دبلوماسي ومعايا كان صديق قال له محمد يحيى والسيرة راهو اليوم في المنفابي اللي هي باريس وكان مولي زادو دبلوماسي وكان قنصل عام ومعايا معايا معايا راجل قال له جاو عمادو مامادو هو هون مزار السالم تقاعد زادو كيفتي انا حكم هذيك الناس كاملها كانت معايا اليوم تقاعدت كاملها غير بعد مولي لا فهم صيله وفهم اتصال على سبيل المثال محمد الخنافر هذا نعرف كنا اصدقاء حامين مازلنا نفس العلاقه مازالت عندنا اليوم الحمد لله. الحمد لله هو راجل من هالادرار وانا راجل من هالدولة. مازال صديقك؟ صديقي حميم والله ترى منهم اصدقاء قريبين لك حتى في فترة حالا ما ندروش ماضي هي اليوم حقيقة تعرفي على منين كبر الرقاش قاع في السن الاصدقاء لا ذوك الاولي ومنين كبر في السن يعود عنده تبارك الله ياسم العلاقات طيبة ندروا اصدقاء حميمين مقربين لكم انتوما تبارك الله ما شاء الله قد نحسب لكم ياسر غير قاع والله ما
حسبونا دادو دي تجابر معاهم نسيدة بهم دائما لا نسمي مولي على خرين نسمي حد ويهبع حد غير بعد فيه راجل هون من يدو عين قال له حمود العبد الحميد أغطى أنه صديقي حميم هذا صديقي اشتركت أنا هم اللي قدر من الأمور به اللي كان أصلاً من أطر إير موريتاني مسميان السفير همالي هو ممثل إير موريتاني همالي قطع ممثلها في السنغال وممثلها في المغرب هذا قطع أنه صديق حميم اليوم لي قريب لي حتى وفهم قدر من الناس فهم الطفل هم اللي قريب اللي قال محمد سالم ودولي ضارك في بانجول يشتغل فيها هذا مولي صديق صديقات بارك الله خالقونهم قدر إذن على ذكر الصداقة والأصدقاء تسمحوا لنا نتابع شهادات نواصل الحوار شاهدنا نتابع الشهادات التالية ونواصل بلال الورزد أنا وهو مع أن متباعدين في السن وجاني في أول ما عرفت له جاني في بلجيكا أنا ذيك الساعة سفير في بلجيك مع الاتحاد الأوروبي قوت معايا سنوات وتعارفنا في ذيك الفترة بركسل فيها ياسر من عمل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وجاني إنسان يبقي وطنه ويختار يشارك ويحضر ومستعد للعمل وشيئا فشيئا تكونت بيننا علاقة احترام أنا اعترفت له بروح المسؤولية و فهم شيء خص به هو حريص على الوحدة الوطنية وعلى وحدة بلده وعلى سمعة بلده هذا نشهد له وبعد عندنا كأصدقاء ساعة تقاعد أنا وتقاعد هو تمينا ذو العلاقات بين بيناتنا اليومين هذا يزورني جاب شد الأخبار الأمور تعني الوطن وأمور أخرى وحقيقة وحكما عاجبني من ناحية أنه بلده مهم عنده أهلا بكم جديد مرحبا بكم جديد سيادة السفير بعد تخرجكم التحقتم بسلك الدبلوماسي كمستشار ما هي أول دولة عملتم بها ومن كان السفير في تلك الفترة أول دولة عملت فيها هي ساحل العاج أبيجان جيت نهاية 78 غير ما فيها السفير أنا ذاك ما فيها أي سفير لا به اللي كان السفير اللي في تونس معروف للشيخ عبد الله هو سيدو للشيخ بس ها ما فيها السفير الموريتاني لا يقولوا لك كان السفير اللي في تونس اللي هو معروف للشيخ عبد الله ممشي لها كسفير وانا ممشي لها من هون كمستشار منين تينا نعدوا الاجراءات وجميل يلفه هو الوظيفه العموميه جبروا عنه لاحق التقاعد اللي هو معروف ومشيت انا شهر كقائم بالاعمال فوت فيها تقريبا 9 أشهر قائم بالاعمال عقب ما شاو لي السفير مكحله والسيدي يقولوا له هو تفيه تقريبا سنتين ساحل العاج سنتين عملتم بعد ذلك مستشارا في عدة سفارات ما هو الملف الأبرز الذي كلفتم به آنذاك وجذبكم أنا في الحقيقة اللي كلفت به بمدة طويلة السفارة اللي هي بركسل اللي بركسل فوت فيها 8 سنين الحمد لله 2 من ترك أخلاقه فيها بركسل عايدة تعرف السفارة اقتصاديها أكثر من السياسية وعندي الملفات اللي كانوا عندهم ذا اللي يعني كامل المعادن شي يقولوا للسيسمين يقولوا للسيستمين وذا اللي يعني مثلا التعاون الزراعي وذاك اللي يعني مولي التمويلات كاملة اللي تجبر ذيك الدول اللي بينها اتفاقية مع السوق الأوروبي المشترك مدرشون الملف الأبرز كان بين يجيكم ذيك البترة
بدي جذبكم من انت ملفات عد اولا كيف قلت لك متابعه قضيه مثلا المعادن وقضيه الصيد والاتفاقيات اللي فيها الطريق اللي تقدموني ثاني تستنفع اكثر هذا من الامور اللي كان مهم عندي في زمني في الكسر. كنت مستشارا في دكار ايام احداث 89 صف لنا بإيجاز شهادتكم على تلك الأحداث. أحداث وهل فوجئتم في تلك الفترة؟ أحداث الأحداث. ترى كانكم تفاجئتوا بالأحداث تلك الفترة. تفاجئت ولا تفاجئت؟ كانت بعدها أحداث مؤلمة ومؤسفة إلى أقصى درجة. بيلي تعرف دول الجوار منين يخرج بينهم شيء ما هو مضبوط لا ما هو مضبوط. حق الله. وأنا جيت لدكار جاي من بروكسل اللي فيها 8 سنين. ومنين جيت وهالي في الحقيقة فهم حملة متينة على العنصر اللي قالوا البيضان بصفة عامة من دون عنهم خضر ولا بيض ولا وذيك الحملة في الحقيقة ما 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 قمت قاع فاهمها غير ذوك التطورات اللي خلقوا عقبي أنا موريتاني خاصة مع 86 87 نحن تعرف اللي في الخارج بعيد ما نتمكنوا قبال منه ما نعرف عمق المشاكل اللي مطرحها. طار شوي ما فهمنا قلت لي تفاجئت ولا تفاجئت هي تفاجئت ذاك راجع علاش ما فهمنا تفاجئت بي اللي كيف قلت لك انا راجل من ذي المنطقة اللي محادة السنغال ولا في مو نتوقع ان تلحق مثلا مشاكل السنغال ذي الحدة اللي لحقت هذا من جهة اخرى مثلا فاجئني كيف قلت لك ذيك الحملة اللي معدل على عنصر البيضان بصفة عامة وقطع عنها كانت لابد لها من التنتج شي من المشاكل اللي نبتو بيلي حملة متينة عادوا حكمنا الكوار اللي نحن هن وبيننا معهم ياسم العلاقات كيف الشي البيضان ما تعرفهم الله قالوا انه ما تيتوا البيضان تعرفوا هذا وعادوا بيضان اخرين ويوكلوا ارواقيج حملة متينة مثلا في الصحافة وهي اللي مع الاسف ياسم منها عقب ادى ذا كامل ذيك الفترة الاعلام لعب دور وكر العلاقات ذيك الفترة مع الأسف وهذا نحمدوه المولانا اليوم عن 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 موريت عن السنغال عنده إعلام حر ونحن ما عندنا إعلام حر وهذا قاع هو مخ الرواية كيف تعلن مثلا دولة ما عندها إعلام حر وتخلق مشكلة بين هي ودولة أخرى ما عندها شد تدافع عن روس باللي عندها لا وزارة إعلام وذيك الوزارة اللي هي تقول لا شيء جاي من عند السلطة ومن عند الدولة وذاك الناس ما تقبل به ما هو كيف تلاقت عندها مثلا تلفزيونات حرة ورجوات حرة وكلهم تدافع من موقعها عن الوطن وعن مصلحة الوطن مثلا عنا نحن قلنا 1980 من اللي قلنا من الأمور عن ما عندنا إعلام حر وهذا عيتوا نقولوا للرئيس محمد عبد العزيز كان عاتنا نعمة ولا نقمة لا عات نقمة أكيد أنا دائما نقول محمد عبد العزيز من يجي نقول له حاولوا يكانكم الإعلام ذا اللي يقول لكم عنه الناس خلوا عنكم الإعلام حر لا يقفل حد رجل لا يقفل تلفزيون لا يقفل شيء بي اللي عشت ذوك المآسي 89 من قلة عن دولتي ما عندها إعلام حر أضرب كم تقدر حجم الخسائر الموريتانيين ماديا في تلك الفترة وهل كان من الممكن تفادي تلك النتيجة ولماذا فشلتم في ذلك خصوصا أنكم مسؤولون عن أمن مواطنيكم في تلك الفترة قول بعض عن الدبلوماسية فشلت ذيك الفترة الدبلوماسية أنا ما أقول عنها فشلت ما الله قاعد نقول عنها شمرنا حتى ميلينا أنا معايا السفير قالوا محمد المختار والزامل وصديق ونحن عدة مستشارين ومخضرمين مثلا عندنا منين حست موريتانيا عندك المشكلة قد تخلق جابت الدكار اللي الدبلوماسيين اللي يعرفوا القانون الدولي ودبلوماسيين حقيقيين عن منك الناحية موريتانيا ما بخلت الفشل ما يقد يعود خلق به اللي منين تخرسي الخسائر وعاقب ذاك منين فتنا احنا والسنغالتين وتفاوضوا تفاوضنا مولي بواسطه النصارى اللي هم الفرنسيين منين تخرسي المحاضر اللي عندنا تجبري على موريتانيا بعيد فيها ما فشلت بيلي نحن الخسائر اللي عندنا تقدر بصفه مثلا تقنيه ب 374 ولا 94 مليار فرانك فرنسي اوفا وخسائر السنغال تقدر ب 94 مليار فرنسي اوفا وعلى شهادة النصارى والناس من فاتوا خرجوا مفاوضات من شاف على موريتانيا ما هي ظالمة في شيء من ذا كامل وعنها هي اللي خسرت أكثر وهي اللي يعوض لها أكثر غير كيف قلت لك
المسألة الوحيدة اللي هي اللي مثلا ما ساعدتنا نحن عنا في ذيك الساعة ما عندنا إعلام حر السنغال عندهم إعلام حر أما نحن القضية مظلمة فيها وبذلنا فيها جهد مولي كبير ولا يقول حد عنا فشلنا فيها ما الله تأمين مولي للمواطنين ما بخلنا نأمنهم به اللي عنده منين حسينا كيف قلت لك ذوك الحملات عني قد دخلك شي ما هو مضبوط عيطنا لهم يكساع ومشينا لهم فود وقلنا لهم واخذوا حيوانكم من السنغال وخرصوا كان نعدروا حاله غير موريتانيا تعرفينهم الاتهام لبعضكم بالفشل ما كان صحيح لا 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 ما قلت حد يقول عن نفسه انتم اليوم كذبين بالعكس به اللي كيف قلت لك منين يخرص رقاج المفاوضات اللي خلقوا بين السنغال وموريتانيا وراهم خلقوا بطريق مولي قريبه به اللي السلم بين احنا والسنغال ووقع في قنا بيساو انا وقنصل عام في قنا بيساو انا ذاك ومقو حسني ولديدي ومنين وقعنا وتينا نتفاوض بصفة سرية مع السنغاليين في باريس وفوتنا فيه عدة شهرة سابوا نتفاوضه ونتفاوض ذاكا نعرف عن موريتانيا ما هي ظالمة في شيء غير كيف قلت لك الإعلام وهو اللي أعطى ذيك النبرة اللي تصلي الناس عن نحن في شنة لا عنهم عندهم إعلام حر ونحن ما هو عندنا توف ذاك الوقت أنتم فيما بعد سفيرا في عدة دول مالي بوركينا فاسو نيجر الولايات المتحدة اليمن عمان أي هذه الدول تمنيتم أن تبقى فيها فترة طويلة لا لا مالي مالي تختاروا مالي عن أمريكا لا مالي تختاروا مالي عن الولايات المتحدة الأمريكية ما هو قام واحد عندي لا راجع ليش راجع لأني مو كيف قلت لك أنا من الناس اللي محادين السنغال ولا صرنا نحن اللي محادين السنغال ما نخبرين في مالي به للناس اللي محادت هذيك الناس اللي في ذيك الولايات الشرقية غير في الحقيقة منين جيتها بعد قاعد جيتها في مهمة صعيبة به اللي أنا ذاك مولي خالقها وحركات زواد وكل كراكر كاملهم وعندنا يكسع ياسم اللاجئين في ها مخيمات موريتانيا كيف سأل عندنا ذلك ما نظر لك فر لكن عندنا يكسع في باسكنو أقور ومبيرا وجيتها في الحقيقة جاي من جيني بيساو وهالي بعد قاعد تاريخها هي مالي وتاريخ عريق ومادة مولي متعدلة ومجتمعات تعرفي متنوعة إلى أقصى درجة وموسيقتها زينة وفيها الشمال وفيها الجنوب وفيها والله أنا يعني مالي اللي زينت عندي حتى فوت فيها تقريبا 4 سنين وحتى العائلة ترك الصغار فيهم واحدين يختاروا مالي عن واشنطن سفير تفادت في سؤالين طرحتهم عليكم قلت لكم شيء المهمة الصعبة اللي جيتوا من أجلها المالي مدرا كانت تربكم الموسيقى المالية حسكم ذكرتوها المهمة الصعبة مالي قلت لك عن مالي جيتها ظروف ذيك حرب الزواد وعندنا تبارك الله ياسم اللاجئين ذيك الساعة في ذوك المخيمات ولا بعد تمين نقوم معاه ونطيحوا إلى 95 حكما وسوات مشكلتها وذيك الناس كاملة اللي كانت لاجئة موريتانيا رجعت المالي وفي شي اندمج في الجيش وفي شي اندمج في دوان وفي شيعات حكام مثلا وسوات المشكلة بتعاون مع اخواننا الجزائر واخواننا مولي البوركينا فاسو ساعدوا فيه هنا ذا هاو الدول الثلاثه حكما من عند تقريبا 92 الى 95 بذلوا جهد كبير من خلقت اتفاقيه السلام وذيك اللي تعودي سمعتي بها يقولها مشعل تومبوكتو ساعة اللي خلقت ورجعت الناس واندمجوا في الجيش واندمجوا في مثلا الاداره الماليه كاملها انا مشيت من 96 تبارك الله مالي على ما يرام ذا الرئيس اللي فيها ذرك إبراهيم بوبكا كيتا صديق أنا ذاك وزير أول ومالي ما عندها أي مشكلة إن شاء الله نرجع للموسيقى المالية بعدين عملتم دبلوماسيا في واشنطن هل يختلف العمل في الولايات المتحدة الأمريكية عن العمل في الدول الأخرى خصوصا أنها الدولة الأقوى في العالم يختلف تماما شنو اختلافه؟ يختلف تماما بيلي شفتها والدول الجوار والمغرب العربي واللي دولة عربية حكم الله بلك موريتانيا في دولة عربية والله إفريقية حكم الله في الترابو بين موريتانيا دولة عربية ودولة إفريقية ومنين تعود الصف أوروبا والولايات المتحدة يختلف به للعمل ما هو واحد والملفات مولي ما هم واحد والاهتمامات ما هم واحد هاي دولة عظمى ويخرص حد الله صيفة يقدر يسلك منها ما أدخل مشكلة هاي يسلك منها وتو مثلا تسلك منها الدولة اللي تمثلي وأنا مولي جيت لواشنطن في ظروف صعبة بالشايع ساعد موريتانيا لا العنصرية والعبودية ليجرنا السؤال آخر التقيتم بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون أكثر من مرة هل يعرف شيئا عن موريتانيا وما نوع اهتمامات الولايات المتحدة بموريتانيا لا بيل كلينتون يعرف موريتانيا به لي أنا السفير وجيت وقدمت الوراق اعتمادي
وتكلمت الملي عن موريتاني وجبت البراوة ملي من عند الرئيس الموريتاني أنا ذاك وعطاني هو ملي براوة للرئيس الموريتاني اجبرته عدة مرات فعلا عاقب ذاك كان الأمريكيين بالقدر يقال الأمريكيين يعرفوا شيء عن موريتاني الأمريكيين ذاك الكامل اللي قاد جمنهم الموريتاني وعاد يشتغل في يقولوا لهم البيس كور واللي قاد يشتغل لهم في الاس اي دي يبقوا موريتاني يقدروه هم اللي يعرفوها من الداخل ويعرفوا حكمها حتى اللغة الوطنية ياسمهم يتكلموها اللغة الوطنية حقوا يتكلموا الحسانية ويتكلموا البولارية والسونكية وكامل منين جيت أنا فهم جمعت كامل من الناس كامل وقايل أنا عنه يبقي موريتانيا ومستعد هم اللي يدافع عنها وعدلت منه وشين قالوا فريند أوف موريتانيا دور تشوفي ذيك اللوحة ذيكية معدلين هذيك الساعة مشيت من واشنطن جمعتهم وكاملهم وعدلت منهم شين قالوا أصدقاء موريتانيا أصدقاء موريتانيا الولايات المتحدة أنا هو اللي عدلته 96 وحتى أجبرنا فيهم شي من عليات السفراء اللي قط عادوا السفراء موريتانيا كي السفير القديم قالوا جوردون بناور راجل متعدل عياله من الناس اللي هي اللي ناضرت كثير من أجل أن يعودوا أصدقاء موريتانيا في أمريكا موجودين ومعروفين ويدافعوا عن موريتانيا ومن درا مجموعة أصدقاء موريتانيا اللي سميتوها من درا تتألف من كم من فرد ديك الساعة لا يتعود على الأقل فيها قريب من 100 أمريكي والله ذاك معهم قدم من موريتانيا تقريبا يغير فيها الناس كامل اللي قط اشتغلت في تاغانت واللي قط اشتغلت في هادرال وهترال كلها قطش الموريتاني كلها قطش الموريتاني وكلهم واللي عنده صديق كلموا عن موريتاني وبذيك المناسبة واللي دمشوا كصديق صديق الموريتاني حاجة اللي كانت ترأسها نصرانية يقول لها مارا بوزنير صديقة وقط اشتغلت هون موريتاني كورد لابيس الهرسين والأربعة وكيف قلت لك حتى الشي من عليات الدبلوماسيين اللي قط عادوهم وبغاو موريتاني هم اللي عادوا فيها الشعب الأمريكي الشعب عظيم وواشنطن هم اللي كيف تعرفي أهلها من روسهم والبرلمان الأمريكي معدلين عنهم الله هم عاصمة العلم فهمت بيه اللي دولة عظمى ودولة كبيرة ونحن بعد ذاك فوتنا فيها تقريبا والسفارة هم اللي جاء ورايا دائما لا موريتاني عادوا يعرفوها شيء في شيء فوتوا من الزمن في أمريكا أنا فوت تقريبا لسنة سنة واحدة حقوة ومن دراني تقادروا أمريكا جماعة ذي شين قال هيك تونها جماعة دي قلتوا أش اللي سميتوا جماعة قلتنهم تتألف من 100 فرد شين قال هيك أصدقاء موريتانيا جماعة أصدقاء موريتانيا فرند أوف موريتانيا من درا كانت كمينيتي تقادروا أمريكا راجعين تحاولين شور دولة أخرى مدراش شنو الكلمة اللي قالوا لكم أصدقاء موريتانيا الكلمة قالوا لي كيف قلت لك أعطوني هذه الشهادة دورنا نعتها لك وقالوا عن موريتانيا ما قط شافوا ذوك هوك فرند أو موريتانيا ما قط شافوا دولة قال العقال يقولوا موريتانيا قال العقال حق بعد كيفاش اللي قالوا أول مرة يجبروا السفير يتقن الإنجليزية ودخل المجتمعات وعد الأصدقاء الموريتاني ودافع عنها في كل بلد وتقلعوا في ظرف سنة مع أنهم ما قط شافوا تأسفوا له حتى السفراء السابقين اللي قط عادوا موريتاني جاءوا تأسفوا مولي الغضية قلت لهم أنهم مولي عن إحنا لا موظفين وعلى أن الوطن منين يعود بقايته هنا عن أنقل صوته ما أدى كذبت عليهم ساعة كذبة دبلوماسية قاع يعني لا بدالي من مشيتو بلي هم الشيء هم مهمة لهيتو بيك شينها عندهم لكم قادر يشينها عندهم الحمد لله مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود ابقوا معنا أهلا بكم جديد شكرا حولتم من واشنطن إلى صنعاء هل في الأمر نوع من العقوبة لكم مع الفارق بين الولايات المتحدة واليمن من ناحية الأهمية الدولية في الحقيقة منين تخرصي تقضي بعين الاعتبار
مثلا تاريخ رقاش وحياته وساكريان قلت حد يقول عنه لا معاقب بها به لي أنا الحمد لله في واشنطن اللي كان معايا من السفراء كامله ما في حد مشى من واشنطن ما هو إلا وزير خارجية والله وزير أول دولته منهم أحمد ماهر رحمة الله عليه صاحب مصر منهم محمد بن عيسى صاحب المغرب اللي هو 12 سنة وزير خارجية منهم السفير الأردن منهم السفير الإمارات منهم أصدقاء كثيرين وانتم تقولوا فعلا عن تحويلكم من أمريكا شهر اليمن كان في نوع من العقوبة لا كيف قلت لك عنه منين يخرص من الناحية المهنية فيه نوع من العقوبة وأنا شخصيا بالنسبة لي ما في عقوبة بي اليمن نحتسب عنه لا كيف تأهلي ودولة عربية وأنا ملي محب لها حتى اللي دولة عريقة كنت نقد نقول عني ماني جاي كنت نقد نقول عني ماني جايسه وطنتي السفير ما فرض عليه يمشي منين يمشي البلاد ما هي راضيته قرارات يرفضهم بس منين يعود يمشي البلاد ما هي راضيته يقد يقول عنه ما هو ماشي بين الناس ياسر يزامل عند مولانا قاعد تمشي سفره فهمتي يا غير انا مشيت بيجي لي على مسلتين واحده قلت لهم حق هذا قد يعود فيه قدر من شيء قد يعود فيه مولي قاع نوع من الظلم يا غير به لي لقاه كان سفير في واشنطن يقد يمشي الباريس يقد يمشي عاصمه كبيره دوله في مستوى غير بالنسبه لي انا ما قديت يكون نمشي بيه مسلتين واحدة ما نختار يعودوا أهلي اللي هم اليمنيين ظانين عني أكبر عندي واشنطن من هما وإذا ما أوحد والله إلا نختار حتى صانع عن واشنطن فهمتي مسألة ثانية عن أم اللي ما نقد نعود دولة كيت اليمن وصلنا نحلم بيها عن نشوفها ونشوف كل تعرف الآثار القديمة التاريخية ونعود نجبر فرصة نقيسها ما قستها ميل اليمن ما خارج رقاش عنده تاريخ مثلا بلقيس وعنده تاريخ سليمان عليه السلام وعنده تاريخ وحتى النبي هود مدفون فم وفؤاد كبير في اليمن معناها اليمن ام الدنيا حد قاع ما قاسه ولا شاف ام الدنيا اليمن ولا مصر ام الدنيا لا اليمن مصر خبارة ام الدنيا ام الدنيا تنقال لليمن يمين تبيه اللي بيه لليمن هو اللي فيه اثار الانبياء والرسل وسد مأرب ياسر من الناس فايت وانتم عرفتوها عن قرب شفتي حتى هم اليمينيين من تراهم يقول لك عن مصر هذه عن 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 فرعون هذا عنه راجل من اليمن وينقال له عون وعنه قطم شه ومحافظات اليمن كاملها وقلبه يجبر حد يطعزوا عنه من الناس اللي عدل يريده وخذ طيع وزنقل وحلو بيضا ومنين شر صنعاء انطعز فيها ومفقع ومشى وقاس بمصر وعاد هو فرعون عاد يقولوا فرع عاد يقولوا فرعون لأنهم لقوا نسبق بهم هما إيه مثلا عنهم اليمن إذا شاركتم في عدة مفاوضات باسم موريتانيا صح ما هي المفاوضات الأصعب التي شاركتم فيها وهل الدبلوماسي الموريتاني بشكل عام يتقن فن التفاوض وصلت بارك الله يدقنوا دقنوا حظ موريتانيين لا تقبضيهم بذاك أصعب شيء قد تفاوضنا فيه لا مفاوضاتنا مع السنغال مثلا به اللي انقطعوا العلاقات بيننا احنا والسنغال دبلوماسيا وفوتوا عمان وزيره عمان والله ذاك ومنين تينو نتفاوضوا معاهم هو صعب مفاوضات قطعنا شوارت به اللي حكمنا دخلتهم من البدايه للنهايه وكيف قلت لك قبيل مولي السلام بيننا احنا والسنغال وقع في قينا بيساو انا ذاك قنصل عام معناها اني كنت في عمق المفاوضات وصعيبين من جهتين جهة بعد قال الكمية اللي عندك من العمل وإذا الله تكتب من المحاضر وإذا الله تعدي من التواغل والصعيب هم اللي بي اللي أنا في قينة بيساو ولا يقدر يدخلك شنو مفاوضات ماني فيه معناها نعيت مفوت الشهر نجي هون تقريبا يوم السبت ونمشي يوم الحد الباريس ونرجع منه يوم الأربعاء ونرجع البيساو ونعلهم مولي ما عنها الشيء من اللي هانا ما هو معقول اجبرته في ذوك المفاوضات غير بعد مولي الله الحمد عقبنا تبارك الله كيف قلت لك توافق نحن والسنغال وعرفهم اللي عن خسائر اللي خسرت موريتانيا ما خسروا حد وعرفهم اللي عندنا الصين قضيه ما ظالمين فيها وعرفتها النصارى وراجع الحال كما يرام. الحمد لله. هل سبق وان التقيتم بالرئيس الراحل مختار ولداده؟ مختار رحمه الله عليه ما قطريته قهمني قط كنت يعطي نجوره متعارفين مثلا نعرفه وهو قد يعود مولي الله سامع اللي به زمن هنا فلينا والحمد لله متفوق من دفعتي انا هو الاول خرجت ما قطش بارن بار فيزيك ما قطش جابرنا كنا يالتين جابر و78 انا هو ورحمه الله عليهم محمد امين والاحمد رحمه الله عليه يكسافه قضيه هذه مشكل الحراطين وقضيه الحر
شاء الله فاتنين نشوا عليها ان شاء الله. فاتنين وبرمجي الساعه اللقاء ومشيت انا عقبت في ميسيون شور جنيف وتميت فيه هي قاعدين نخلق لي انقلاب. الانقلاب خلق لي في جنيف. لان منع العلاقه التي كانت تربطكم بالرئيس محمد خونه والهداله. محمد خونه والهداله شنو هي العلاقه اللي كانت تربطكم به؟ ما قد زاد هوريتو محمد خونه ما قد ريتو يكون نيفات عاد حكم لا تايب الملال. ريتو في بريكسل جانا في بريكسل كرئيس 1983 جا في زيارة مثلا للسوق الأوروبي المشترك وزيارة مولي البلجيك وأنا مستشار ديك الساعة في بريكسل ومن القريب عنهم جيتو 1983 سابق ذاك سامع عني ياسر من شي ولا متخيلوا عني مثلا معارض ولا عني من الناس اللي ما يبغيه والله شتاك نفتو به اللي فهم رواية مازلنا لا نشوف عليها من قد قضية الحراطين ومنين جه 83 لبركسل السفير كسا أحمد كلو للشيخ سيديا راجل اللي من الأهل وهو تقريبا معنا في مثل التيام على ربعة مع وفد كبير وقدم الوزراء وقطع عنه منين فاتم شيء قال لي عاقب ذاك عنه قال ياسم الناس فلان هذا الآخر كنت ظالمه وراجل ممتاز وشقال وخارج له جبرته حق 83 ما جابرنا في نطاق العمل ما انا ما طلبت كبار شخصيا ملقاه غير نجابرو يوميا واش تمني بدل الفكره كانت عنده فكره اخرى بدلها لا ظروف شاف ذاك العمل اللي عدلت في بريكسلوتو لا لا واش ما تبارك الله احنا في بلاد بين نتعشاو في بلاد تقداو في بلاد وحتى منين تمشي الرسالات اللي يمشي للناس نجيبهم له ووقعهم مثلا في الحاله بدل الفكره بدل الفكرة تماما. إذا عينتم سفيرا في فترة الرئيس معاوية، هل تعرفونه عن قرب وما هو تقييمكم لفترته باختصار؟ معاوية لقيته عدة مرات، اللي تعرفي هو السفير يمشي لا الرئيس، وأنا هو السفير مثلا عدة مرات، ونعرف إذا الله نقول لك عنه بالنسبة لي أنا راجل وطني، وحاول مثلا يبذل جهد كبير في ذا اللي قال له موريتاني. وياسر مولي من اللي قال عنه خاصة إخواننا الزنوج عنه عنصري أنا قد نأكد عنه ما هو عنصري نقير راجل دولة وراجل دولة يتحمل هو من نفسه شقا ما عنده به علاقة يغير كراجل دولة يتحمله أنا عني بالنسبة لي تقييم المعاوية أنا دائما تقييمه إيجابي شنو ردكم عن البعض يقول معاوية أنه خطأ كبير ارتكب 89 قاع ما هو خطا به اللي مشكله بين دولتين ما تعني معاويه قاع. لا 89 ما يقد ندار عليه 89 الناس اللي معدلين عرفوها ومنين تجبروا حلقه من هو الساعه نقدر نقول لكم في هذا كامل عندي 89 مشكله بين دولتين دولين قالها موريتاني ودولين قالها السنغال ومعاويه وقف فيها كراجل دوله كموريتاني كوطني خارجين احداث خلقوا 90 و91 هذا مفصل عن 89 بالنسبه لي انا شنو هما ذوك الاحداث؟ هي قد يعودوا اللي تقولي هما اللي هذا هو اللي تقولي هي غير شفت الناس هون عند تعدى الغلطه مانعه تقول لك احداث 89 هذا ما عنده رابطه 89 نحن اللي عشنا الازمه وكنا فيها نحتسب علينا مشكله بين دولتين حد موريتاني يعود مع موريتاني حد السنغالي راه السنغالي يعود معه ما عند الراجل اي ذنب فيها ايه لا ما عنده فيها اي ذنب ما الله هو قاعد تبارك الله هم يستمر معاه وهم وانا ما تخلق بغير عاد تم ذا كامل به اللي فيها قوات اخرى وفيها مثلا قدر من الامور شمل الامور ياسر ما عندنا نقدوا الوقت نفسروا بغير يوم ما يدور الله يفسر ونفسروا قاع الحال شنو هذيك اللي قلت لك خارج احداث خلق 90 91 مؤسفه في شي من الزنوج وفي الجيش الموريتاني يقولوا عنه انا ما عندي عنه قبال شي بي اللي الفتره كامله انا لا في الخارج غير بعد العاد خلق بصيفته ذيك ما عرفت يخلق به اللي رقاه ما يقدر يكتر ما هو محاكم مبدئيا فهمت اللي قايله والله اللي مولانا مولي على نخلق فيه ياسم من الامور من عهد قاع معاويه ومن عهد الرئيس مولي الحالي تحاول الناس تلملم ذاك اللي خلق غير نختار انا الموريتانيين دائما يفهموا عن 1989 مشكله بين دولتين دولين قالها موريتاني واحد قالها السنغال ولا عندها علاقه باخواننا الزنوج ولا شيء وذاك اللي خلق عاقب ذاك والله اللي خلق سابقك إلى عاد في شيء مثلا ما هو منضبط والله مدا كثرت من دون محاكمه ما يتواسوا متاسفين لها كاملها. من هو وزير الخارجيه الاكثر كفاءه بين الوزراء الذين تعاقبوا على المنصب طيله فتره عملكم في الدبلوماسيه؟ حمدي المكناس رحمه الله عليه. حمدي المكناس. ابصري ما نشكك فيها قاع.
من السفير الأكثر كفاءة من السفراء الذين عملتم معهم؟ السفراء كامل هو اللي عملت معهم أنا. بعد بالنسبة لي كوفو من عند حكم التقي والسيدي علي والعلاف أحمد كلي والشيخ سيدي رحمة الله عليه كان بونا. تقريبا اشتغلت معه قاعدها والسفراء عندي عنهم الأربعة اشتغلت مع قدر من السفراء هذو الأربعة هم اللي مذكر وقطع عنهم دبلوماسيين كاملهم مادة مضبوطة وتقي والسيدي قاعد جاي يحكمون الله من السلك الدبلوماسي تبارك الله حضره علي والعلاه مولي كذلك أحمد كلي هو اللي مثلا خاطر لي شوية غير بعد فترته في عدى العمل هم اللي جيد إلى أقصى درجة من اللي كسفير قد يعدل من الحال فاش عدل زيارة رسمية رئيس موريتاني في السوق الأوروبي ذاك الشيء ما هو بسيط. انتميت من فترة الشباب لحركة الكادحين، ما الذي يقنعكم بهذه الحركة؟ الكادحين دخلتهم 1967 وأصلا قاع في الحقيقة دخلتها أصلا لا حكما بصفة قبلية وتو عندك ساعة وتو تركت تاقوناند كادحين فر وأنا واحد تاقوناند معنا إنك تحوتو قاصر انه هو اللي كان خالق ياسر من تركه دخلوا كادحين اقتنع بالافكار لا يعني عنهم واحدين من تاقولانت واحدين ولاد بيري قاعد فيها لا تاقولانت ولاد بيري شوي بدك جمله شم تكسي دو علي وصلا قاعد ندخلوها عندي انا لا بين القبليه وتو دخلناها بديك الصيفه الذكيه مو عاقب ذاك في الحقيقه مولي عاد فهم اقتنع به اللي الشباب ذيك الساعه وخارج تعرف ثوره فرنسا وثوره الشباب وثوره الثقافيه بون عندنا مولي نحن في الحقيقه اقتنعنا بها ومشينا فيها باللي كنا يساريين الى اقصى درجه باللي حكمنا قرا ولا ماركس وكارل ماركس وماو سيتونغ ذو النوع اللي هو قلتم في احدى المقابلات التي اجريت معكم ان الرئيس المختار استجاب لمطالب الكادحين سنه 1974 وبقيه المطالب الحقوقيه تعني طبعا قضايا العبوديه هل كانت مثل هذه القضايا مطروحه في الساحه في تلك الفتره؟ مطروحة غير ما هو بهذا الشكل لا 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 أبدا ما هو بهذا الشكل لأن المختار الدادا رحمة الله عليه مشى عدة برقيات للدرك ومشى عدة برقيات للإدارة الإقليمية منين يجيهم ورقاش كامل شاكي من عربي وعبد مثلا شاكي عنه مثلا يعودوا في زر المظلوم ويطلقوا صراحه ويحروه من ذيك الوضعية اللي هو فيها هذا اصلا عدو المختار رحمه الله عليه معناها ان الادارات عندهم روايه مشوا ريالهم ومعاونتهم فعلا رقاش فاتني غير بعد اللي يعود فاتني نتضرر فهمت مثلا عود راب داروا من عود ضرر والله نهان والله شاكر حتى انه قد يجي منين يجيهم هما فات الضرر يعودوا ينعروا عليه هذا من جهه اخرى لا اله الا الله من جهه اخرى الاسلوب والطريق اللي دار هذيك الساعة ما هي اليوم اللي دار هذيك الساعة مثلا الواية ماشي واية كبيرة إذا ألم يرفع الكادحون شعار تحرير العبيد والمساواة غير اللي كيف قلتي 74 المختار رحمة الله عليه قطعا وعد الرواية قريبة به اللي ذا كامل اللي كانوا الكادحين دور من الطالبات كاملوا اللي دور من الطالبات حكما وعدل بصفة كيسة وانتي منين تودي كنت عندك عريضة كبيرة من الطالبات وحق أحزت عليه الحكومة وعدلتها كاملها بالرغم من قدر من الناس معترضين ذيك الساعة على المختار ما يلبي ذوك الطالبات الكادحين اللي هو الواسع أنها الحركة حكومة تفكت بها اللي عترت ناسها دخلت حزب الشعب وعاد تناضل فيه بها اللي حكومة ما تلا عندها وتوفى هو لا عذر والعذر هو مثلا عنه حق على ان نحن قلنا ذيك الساعه والله قلت انا شخصيا على ان ذيك المطالب كامله اللي كانت عندنا بالرقم كيف قلت لك من ذاك المجهود اللي عدل المختار من قد الاداره الاقليميه والدرك وذاك النوع انا ما اخلق فهم شيء ذوك هو رسمي محدد من قد القاء الرق والله طرقيه الحراطين وهذا هو اللي واسانا عن عدل لابد انا من عدوك الحركه إذن نشعل هذا الموضوع إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة ونختاروا بما أن البرنامج عن قرب دائما عندنا شيء قريب ويخص بنا اختاروا نختموا جزء بمشهد عائلي
مشاهدينا كالعادة للحديث بقية لنلتقي بالجزء الثاني من هذه الحلقة، والسفير السابق بلال الورثك تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي رافقني في إنجاز هذا الجزء الأول، يحيى النها وزنيا بومت بلال يمر، إلى اللقاء في الجزء الثاني.